ننتقل إلى كورنيش أبو ظبي وتقرير عن حفل افتتاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار بحضور معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. طبعا احنا موجودين في ذا مول ابو ظبي وورلد تريد سنتر، واليوم عندنا افتتاح لمعرض زايد عام زايد. طبعا الموضوع موضوع معروف ومتداول، واحنا طبعا نحب نكون ايضا مشاركين مع الفعاليات الحكوميه والمبادرات المميزه. وحقيقه وجدنا في تجاوب كبير من الفنانين المواطنين والمقيمين في هذه المناسبة، وفترة بسيطة جمعنا فوق 20 فنان وفنانة من جنوب أفريقيا إلى اسكتلندا إلى نيوزيلندا الهند إيطاليا، وكل فنان يحمل في المناسبة هذه انطباعات وتاريخ. وحبينا أيضا أن يكونون مشاركتهم معنا في هذه المناسبة بأعمال قد تكون لها قصة أو كلها تاريخ، أو أنها مثلا تجاوبت مع الحدث نفسه. حقيقة عندنا فعالين، فعال الفنان نفسه وأيضا الجمهور. حقيقة وجدت قصص رائعة من الفنانين أنفسهم، يعني مثلا في فنانة عاشت 18 سنة وخلال تواجدها يعني حاولت أن يكون حلمها أن تقابل الشيخ زايد، وطبعا للأسف ما سار لها، ولكن بعد ما تعلمت الفن حبت توضح حبها للمرحوم الشيخ زايد من خلال عمل فني. فب 2011 عملت عمل فني واحتفظت فيه حتى هذا اليوم. عندنا أيضا فنانة إيطالية أجت على الإمارات وحبت الشيخ زايد كأبوها، وحبت فيه يعني احتوائها كعائلة، وعمل وضع العائلة مثلا على وضع شخصي أو حتى على وضع البلد، فذكرها بأبوها وحبت الأعمال هاي تحطها بأنماط مختلفة. واجت اليوم بالمناسبه هي تعرض، يعني حقيقه تواجد وتفاعل ملهم، ويعني شعوري الى اقصى درجه، وعشان كذا حبينا ان الجمهور ايضا يحضر ويتفاعل معنا في الموضوع. مواضيع حقيقه جميله واعمال متنوعه، ونبي الكل يجي يشارك ويستمتع بهذا العمل المميز. وأيضا احنا قريبين من في أبوظبي، ويعني ندعي كل الساكنين في أبوظبي بالحضور والتواجد معنا في هذا المعرض.